عليكم ورحمة الله وبركاته. الصلاة يا أحبابي في المنام ولاية ورئاسة ورسالة وأداء أمانة، وصلاة الفرد في المنام تدل على الوفاء بالعهد والعمل العاطل، فمن رأى أنه يصلي الظهر فإنه يظفر بحياجته، وصلاة العصر يمين يحلفها لنفسه أو لغيره وتدل على تحقيق الأمور بعد عصره، وصلاة المغرب تدل على قضاء الأمور، وصلاة العشاء تدل على الستر وتمام العمل، وصلاة الصبح تدل على النجاح والتوفيق في كل الأمور، وصلاة الجمعة تدل على فرج قريب وقضاء الحاجات، وصلاة العيد تدل على إعادة أشياء فقدت منه، فإنه كان عيد الفطر فطر فإنه يخرج من ضيق إلى سعة في الرزق، وإن كان عيد الأضحى قضى دينه وصلح حاله، وصلاة الجنازة تدل على الشفاعة في رجل فاسد. الصلوات دي كلها ربنا سبحانه وتعالى بيديها لنا في المنام، فكل صلاة إلها يعني تفسير، يعني صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، حتى صلاة الجنازة، حتى صلاة العيد، دي كله في الصلاة، تفسير في الصلاة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.